ألف مليون مبروك فتيات الذهب الفوز في دور الستاشر على فريق سانت دوني أولمبيك طبعا بثلاث أشواط مقابل لا شيء زي ما احنا توقعنا قبل بداية هذه المباراة. يمكن كانت وان سايد جيم 25-17 الشوط الأول، 25-11 الشوط الثاني، و25-9 الشوط الثالث. على طول بقى كده يعني نروح لأرض الملعب وصالة الأمير عبدالله الفيصل، وتنضم لنا زميلتنا العزيزة منى المنيسي ومعاها لقاء هام مع كابتن مي غزال. الحقيقة شاركت النهاردة وأدت أداء كبير جدا في هذه المباراة. اتفضلي يا منى. مريم، من جديد تحياتي ليكي وتحياتي لضيوفك الكرام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني زي ما قلنا قبل الماتش وزي ما توقعنا 3-0 جديده لنادي الاهلي او لفتيات الذهب، وانا في هذه اللحظات معايا لاعبه النادي الاهلي او نجمه من نجوم النادي الاهلي من مباراه النهارده كابتن مي غزال. مي، برحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي. في الاول الف مبروك على الفوز، ماتش صراحه سهل، ماتش سهل جدا. انت بتحبي تقولي ايه بعد الماتش؟ اولا يعني الله يبارك فيكي وكده. هو يبان ان الماتش سهل، بس يعني بوجود ان الجماهير كانت موجوده والبطوله على ارضنا، فده بيبقى عليه ضغط علينا ان احنا لازم حتى لو الفرقه سهله نقدم احسن اداء ونلعب كويس قوي. النهارده يعني احنا المفروض الصبح احنا عارفين الفرقه دي سيستمها ازاي، يعني المفروض الفرقه دي على قد ما ضربها مش قوي قوي بس فرقه ذكيه، يعني لعبهم مختلف عن لعب الافارقه. فاحنا المفروض النهارده الصبح عرفنا يعني الارسالات نوجهها فين، الفرقه دي مثلا بتعمل بلاسات كتير، فاحنا ناخد بالنا اظن بالنا النهارده في الماتش. بس احنا الحمد لله يعني كنا مستعدين الماتش النهارده. يعني استعديتوا ازاي للماتش خصوصا انتم الماتشين اللي فاتوا بعدها خدتوا يعني في ماتشين كانوا اوف بالظبط، واستعديتوا بقى ازاي للماتش وانتم اصلا من الاول ما كنتوش عارفين هتلعبوا امتى او يوم ايه؟ احنا تماريننا كانت شغاله عادي، نفس السيستم بتاعنا، بنتمرن تمرينه في اليوم ساعتين وبعد كده عملنا ريكفري. يعني احنا بنحاول قد ما نقدر ما نحملش عشان الفتره اللي جايه في ماتشات مهمه كتير، فاحنا كده كده اوريدي متمرنين على سيستم، فمش محتاجين تمارين على قد ما ان احنا نبقى نحافظ على القوه البدنيه بتاعتنا والراحه عشان نقدر بقى ايه نركز الماتشات اللي جايه الجامده. يعني كابتن ابراهيم فخر الدين قال لكم ايه بعد الماتش وبعد اللقاء النهارده ما خلص، هتعملوا ايه النهارده استعدادا للماتش اللي جاي؟ هنشوف بكره هنلعب مين بقى، يعني بعد كده بقى بالليل على حسب اللي هنلعبه هنعمل عليهم محاضره. بشكرك جدا وبالتوفيق، ان شاء الله البطوله ال 11 تبقى من نصيبكم باذن الله. الله يا رب، ربنا يخليك. مريم، من جديد ده كان لقاءنا مع كابتن مي غزال، طبعا واحده من نجوم النادي الاهلي، واحده من اللي حقيقه عملوا النهارده ماتش اكثر من رائع. احنا معاكي لسه ومعاكي، اتفضلي يا مريم. شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزة منى المنيسي. وطبعا يعني بهذا اللقاء مع مي غزال مهم جدا ان احنا نتكلم عن مشاركتها النهارده. شايف ازاي المشاركه النهارده كابتن نشأت، خاصه ان مي يعني كنا بنشوفها في المباريات الماضيه ولكن النهارده شاركت بشكل اساسي. طبعا يمكن احنا كنا بنشوف الاساسيه آية خالد، ولكن النهارده مي غزال زي احنا ما قلنا هي يمكن صغيره في السن ولكن بتؤدي اداء كبير، وده اللي احنا شفناه النهارده في ارض الملعب. بس خلينا نتكلم بس في الاول ان كابتن ابراهيم اللي احنا كنا بنتكلم فيه ان هو ما نزلش بالتشكيل الاساسي بتاعه وجرب كل الناس، يعني جرب زينة العالمي، جرب ناس كتير قوي في الملعب، فهو ده اللي خلى الشكل يبقى كويس. مي غزال زي ما قلنا قبل كده انها لعيبه كويسه، شاركت السنه اللي فاتت وشاركت في بطولات كتير وبتاع، فهي كانت محتاجه تاخد الثقه في البطوله دي بدري. فهو ان هو يبدا بيها برضه ده دافع ليها كويس بحيث ان هيحتاجها في الماتشات اللي جايه، ده اساسي. اكيد. طيب شايفه ازاي مشاركتها النهارده كابتن ندى؟ مي غزال عنصر مهم الحقيقه النهارده، وشفنا في مركزها ان هي بتؤدي اداء مميز. يعني انا شايفه طبعا مي لعيبه مميزه جدا، امكانياتها هايله ولعيبه هاديه في الملعب، يعني مش من اللعيبات اللي تحس ان هي يعني لعيبه كبيره، يعني حتى لو سنها صغير بس هي ادائها في الملعب اداء هادي جدا، فهي كانت مميزه قوي النهارده الحمد لله. وزي ما احنا قلنا يعني توقعنا انه لازم يبقى في روتيشن للاعبات اللي ما شاركتش في المباراتين اللي فاتوا او في الموسم عامه، ان هم يكونوا موجودين ويكونوا بيأدوا وكابتن ابراهيم يقدر يقف على مستواهم. سعيده بمشاركه زينه جدا، كان ادائها مميز جدا، بحييها بعد الغياب ده كله عن الملعب، يعني ان هي تأدي المستوى دوت حاجه تحسب لها. مبسوطة بعودة آية طبعا، عودة أحمد الحمد لله على السلامة، أدت بشكل مميز جدا.
مي طبعا يعني ما فيش خلاف عليها، مي من الاعمده الاساسيه والقوام الاساسي للفرقه من كذا سنه، يعني من الموسم اللي فات ومن الموسم اللي قبله وهي بتشارك بشكل مستمر، فهي النهارده برضو ادت بشكل مميز جدا. نهال جمال شفناها بتشارك النهارده، يعني برضو من فتره طويله ما شاركتش، الليبرو شاركت النهارده على بعض الفترات، يعني نقدر نقول ان هو جرب كله النهارده، كل الناس اللي كل كان دايما بيسبب التشكيل هو النهارده الحقيقه قدر ان هو زي ما انت قلتي في البدايه يعمل بروفا بكل اللي كانوا موجودين او قدر يريح اللعيبه كمان اللي كانت طبعا ده مهم جدا عشان الادوار اللي جايه. طيب خلينا نرجع مره تانية لارض الملعب لزميلتنا العزيزه من المنيسي، ولقاء مهم اكيد مع كابتن ساره امين. اتفضلي يا من. مريم من جديد بجدد اكيد تحياتي ليكي ولضيوفك ولكل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. زي ما انت قلتي معانا في هذه اللحظات ساره امين، واحده من نجوم مباراه اليوم، الحقيقه ان هي شفنا اداء اكثر من رائع منها النهارده. مي يا ساره برحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي. في الاول الف مبروك على فوز النهارده، شايفه الماتش كان ماشي ازاي؟ الله يبارك فيكي. طبعا الماتش كان في الاول لسه مش عارفين، مش داخلين في مود الجيم، قدرنا الحمد لله ان احنا الشوط الثاني والثالث نتغلب عليهم بسهوله. قدرنا طبعا من امبارح بنعمل تحضير يعني للماتش، بنشوف الفيديو بتاعهم الفرقه بتلعب ازاي، اتجاه ضربهم ارسالاتهم كل حاجه علشان نقدر نلعب معاهم النهارده، والحمد لله قدرنا ان احنا نحسم الماتش في الاخر الحمد لله بطريقه سهله يعني الحمد لله. شايفه المنافسه بين الفرق لحد دلوقتي شكلها عامل زي؟ انتوا الماتشات كلها فرق سكور واسع قوي، في فرق كبير جدا بين في كل شوط، في فرق سكور كبير، ما فيش منافسه حقيقيه، الماتشات كلها بتكون تقريبا وان سايد جيم. شايفه لحد دلوقتي انتوا دخلتوا في اختبار حقيقي ولا لسه؟ احنا لحد دلوقتي خلاص دي منطقه الحسم زي ما بيقولوا. احنا طبعا لسه الماتشات سهله بالنسبه لنا لان احنا لسه اول المجموعه بيلعب رابع المجموعه الثانيه، فالموضوع لسه بعيد شويه، لكن خطوات واحده واحده هنقابل فرق اصعب، فالبطوله ماشيه تدريجي، وحاسه يعني بكره ان شاء الله هيبقى ماتش اصعب من امبارح، من اول امبارح كده، وان شاء الله يعني نوصل للفاينل ونكسب البطوله ان شاء الله. طب غششينا، كابتن ابراهيم بيقول لكم ايه بقى بعد كل ماتش عشان يحافظ لسه على الموتيف بتاعكم وعلى استعداداتكم لكل ماتش، وان انتوا كل ماتش ما تبقوش بقى خلاص احنا واثقين ان احنا تمام وماشيين احسن من الفرق الثانيه، فيبقوا بتنزلوا باداء مختلف عن اللي احنا شايفينه منه؟ طبعا بيدينا موتيف ان احنا لازم كل ماتش نديله اهميه، ما يبقاش اي ماتش بننزله مستهترين بالفرقه، لا بنلعب لينا احنا مش بنلعب لاي حاجه تانية، احنا بنلعب علشان نرفع في الاخر كاس افريقيا ان شاء الله. فان شاء الله يعني هو كابتن ابراهيم على طول بيتكلم معانا ان لا يعني ندي كل ماتش حتى لو كانت الفرقه فين نديها حقها يعني ان شاء الله. هتستعدوا ازاي للماتش اللي جاي؟ عندكم النهارده ريكفري ولا اتفقتوا على ايه؟ عندنا طبعا هنريح النهارده، عندنا فيديو طبعا ميتنج للماتش بتاع بكره للفرقه بتاعت بكره، وبنحفظ بقى اتجاهات ضربهم ازاي بيلعبوا وكده، وان شاء الله يعني يبقى ماتش سهل ان شاء الله. بتمنى لك كل التوفيق يا ساره. شكرا. ميرسي، ربنا يخليكي، باي باي. مريم ده كان لقاءنا مع ساره امين، واحده من نجوم الماتش النهارده ومن مباراه اليوم، والعوده اليكي مره ثانيه في الاستوديو. اتفضلي. شكرا ليكي جدا زميلتنا منى المنيسي، وشكرا على هذه اللقاءات. وحابه افكر حضراتكم ايضا ان يعني يمكن في مباراه اخيره من مباريات دور ال 16 كانت انتهت اثناء لعب مباراه النادي الاهلي وسان دوني اولمبيك، كانت مباراه مشعل بجاية الجزائري وليتو الكاميروني، انتهت بفوز ليتو الكاميروني على مشعل بجاية الجزائري بنتيجه 3-2. فاحنا كده عندنا المتأهلين لدور الثمانية: ليتو الكاميروني، الكحول الإثيوبي، البنك التجاري الكيني، السجون الكيني، مايوكاني إيفولوشن الكاميروني، الزمالك، والأهلي طبعا بعد انتهاء هذه المباراة على سان دوني أولمبيك بنتيجة 3-0. كابتن نشأت خلينا نتكلم شوية عن الأشواط، يمكن احنا اتكلمنا برضو على بيك ان هو هيحب ان هو يبدا بدايه قويه وده اللي احنا شفناه، ولكن على الرغم من كده برضو هي وان سايد جيم، يعني اعلى سكور هم قدروا يحققوه هو 17 في الشوط الاول، بعد كده 11، بعد كده 9، فيمكن ده ايه سببه، رغم ان احنا كنا متوقعين ان الاشواط تبقى اقل من كده، خاصه الشوط الاول كان ممكن ينتهي 25-8 25-9 لصالحنا. زي ما قلت قبل كده هم نازلين عايزين يبانوا بمظهر كويس، فهم طلعوا كل اللي عندهم في الشوط الاولاني،
بس طلعوا كل اللي عندهم الشوط الاولاني، جابوا 17 بونت. بعد كده خلاص الاهلي قفل عليهم، عرف طريقه لعبهم ازاي. فبناء على كده زي ما قلت ان كابتن ابراهيم بيستغل نقط ضعف الفرق اللي قدامه، فبناء على كده ثبتهم على الثمانيه وثبتهم على التسعه. بس هو ده كله. لكن هم نازلين عايزين يعملوا شكل حلو، حاولوا يعملوا في الشوط الاولاني ما عرفوش، يعني ما عرفوش يطلعوا بسكور عالي. بس طيب كابتن نشأت، خليني برضو اروح معاك. يمكن احنا اتكلمنا النهارده ان كابتن ابراهيم كان ليه تجارب كتيره قوي، روتيشن كتير، ريح اللعيبه اللي هو دايما بيبقى مثبت تشكيل بيها وشارك لاعبات تانيين. لو هنتكلم النهارده عن اهم العناصر باهم المراكز اللي شاركت، سواء مي غزال، شفنا ساره امين برضو، يعني شفنا اكتر من حد، زينه العالمي طبعا اتكلمنا عنها ان هي مشاركه النهارده، ايه الشامي. كلمني اكتر عن المشاركات النهارده دي، وهل ممكن ان هو يستمر على ده في دور الثمانيه وسيمي فاينل وفاينلز، ولا بالنسبه له ده هيبقى الكابتن ابراهيم ده ريسك؟ لا، هو كابتن ابراهيم المعروف عنه ان هو اي ماتش بيبدا بالتشكيل الاساسي بتاعه. في الماتشات الضعيفه او الماتشات السهله بالنسبه له بيجرب فيها كل الناس، كل الناس تنزل وكل الناس بتشارك، عشان لما يجي في الادوار النهائيات يعوز اي حد يبقى اللاعب نازل واثق في نفسه شويه، يبقى مر بالتجربه، ما يبقاش قلقان، ما يبقاش خايف، ما يبقاش متوتر. يعني احنا طبعا ايه الشامي الحمد لله على السلامه، طبعا اهم يعني ضاربه طبعا كانت شايله للنادي الاهلي فترات، ومحتاجه ان هي كانت ترجع وتشارك، محتاجه بعد الاصابه مهمة زي دي. وبعد طبعًا الاصابه لازم تاخد ترجع لها الثقه تاني. زينة العالمي برضو لعيبه، زينة لعيبه وكانت ليها دور السنين اللي فاتت. فمي غزال طبعا زي ما قلنا قبل كده كان ليها دور برضو السنين اللي فاتت. فكابتن ابراهيم ادى الثقه للعيبه واحده واحده. الادوار اللي جايه هيحتاج الفرقه كلها، ال 14 لعيبه عنده هيحتاجهم، فهو في الماتشات السهله بيلاعب الناس كلها. الاساسيين كان لازم يريحوا عشان هم شايلين بقالهم كتير، يعني وهيحتاجهم كمان في فاينل في دوري، كان في دوري وكان في كاس وكان في كاس السوبر. فاللعيبه كانت محمله عليهم كتير قوي، ثلاث بطولات طبعا، ثلاث بطولات ورا بعض، مباريات كتير قوي، ومفيش تفاوت زمن كبير. فهو لازم كان لازم يريح الناس، العناصر الاساسيه النهارده، بحيث الادوار اللي جايه او الماتشات اللي جايه يقدر يعتمد عليهم تاني، تبقى اللعيبه نازله فريش شويه. طيب كابتن ندى، خليني اجي لك. زي ما احنا شفنا، احنا تابعنا النهارده نتائج المباريات كلها الخاصه بدور ال 16، شايفه مين من الفرق دي؟ يعني يمكن احنا خلاص بنسبه كبيره جدا هنقابل بكره الكحول الاثيوبي، ولكن يعني كده زي ما انت شفتي او تابعنا المباريات والنتائج، شايفه ازاي الادوار اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي؟ خاصة ان احنا شفنا حتى اللاعبات بيتكلموا ان مهما كان الفرق سهلة برضو الادوار اكيد لازم يعملوا حسابها، انه كل دور اصعب من اللي قبله، وده اكيد متفقين عليه، واكيد كل الفرق عاملة حساب ان الادوار اللي جاية هتكون هي الاصعب وهتبقى استعداداتها مختلفة، ايا كان اذا كان هو فريق سهل او صعب. وخلاص يعني احنا رحنا الادوار مش هيبقى فيها بقى فرق سهلة وفرق صعبة. بالظبط. بس احنا الى حد ما يعني احنا لو بنتكلم ان احنا ممكن في الغالب هنلعب بكرة الكحول الاثيوبي، فاعتقد ان هو الى حد ما يعني احنا ماشيين بتدريج يعني في البطوله. فريق الكحول ممكن يكون الى حد ما اقوى شويه من فريق النهارده، مش مباراه صعبه ولكن هي اقوى للفرقه، يعني هيبقى فيه الى حد ما نديه، فهيبقى فيه يعني المباريات هتمشي من بكره تصاعديه. تصاعديه بالظبط، تصاعديه، انه من بكره هيبقى الموضوع اصعب شويه. وهيبقى فاضل خلاص هما ماتشين، السيمي فاينل والفاينل، هيبقى فيهم اكيد فرقه جامده. السيمي فاينل اكيد هتقابلي حد قوي، يعني يا هتقابلي الزمالك، يا هتقابلي البنك التجاري الكيني، يا هتقابلي البايب لاين، يعني ثلاث فرق قويين. فهي البطوله هتبتدي بالنسبه لهم من السيمي فاينل. بالظبط. يعني بكره الى حد كبير برده هيبقى الماتش سهل، يعني ما فيهوش صعوبه قدامهم ان شاء الله، انما السيمي فاينل هو اللي هيبقى بدايه البطوله الحقيقيه، بطوله افريقيا هتبدا السيمي فاينل. كابتن ندى، احنا اول ما بدانا في بدايه الاستوديو خالص كنا مستصعبين بطوله البنات قوي عن الولاد، يعني كنا قايلين ان الفرق اللي بتشارك فيها يمكن اصعب، خاصه ان هي فرق يعني عندها مستوى بدني عالي جدا، ولكن احنا كنا خايفين الحقيقه ومستصعبين بطوله البنات اكتر من بطوله الولاد، خاصه ده احنا عندنا هنا 15 فرقه، هنا 21 فرقه. ما بصي، هو للوهله الاولانيه انت لما هتبصي على الفرق المشاركه في البطوله هتلاقي مبدئيا ثلاث فرق من الجزائر، حتى مش عارفه لسه مستوى الفرق ايه، بس انت عندك ثلاث فرق من الجزائر، عندك ثلاث فرق من كينيا، عندك فرقتين من الكاميرون، فرقتين من مصر،
فدول لوحدهم حتى لو انت لسه ما شفتيش مستوى كل فريق ايه. احنا كنا برضو قلقانين لان كان في كذا فرقه ما كناش عارفينها فما كناش عارفين. هم دول المسيطرين على القاره عامه، الفرق مصر وفرق الجزائر وتونس وكينيا ومؤخرا في البنات بقى كمان الكاميرون. فانت عندك فرقتين من الكاميرون، عندك ثلاث فرق من كينيا، عندك ثلاث فرق من الجزائر. انا اتصدمت بصراحه من فرق الجزائر ان الثلاث فرق يخرجوا من الادوار الاولانيه دي، ده معنى كده ان هم يعني ثلاث فرق كانوا دون المستوى يعني. فده برده الى حد ما هز مستوى البطوله. لا وكانوا مشاركين برده يا كابتن ندى بصغار سن يعني، عناصر كلها صغيره في السن، فرق صغيره جدا. البنات شكلهم يعني اول بطوله افريقيه يلعبوها غالبا يعني، يعني كلهم طالعين من الناشئات مثلا ودي اول بطوله يلعبوها. فده اللي كان مخلي يعني التوقعات في الاول البطوله هتبقى اقوى الى حد ما، لان ثلاث فرق من الجزائر وثلاث فرق من كينيا وفرقتين من مصر وفرقتين من الكاميرون. فدول يعني هم دول لو بصيتي على المنتخبات هتلاقي هم دول اقوى اربع فرق في القاره. فهم شويه يعني الموضوع كان خادع شويه. الجزائر شاركت بفرق مش يعني دون المستوى. الفرق يعني الادوار اللي جايه بقى هيكون فيها ثلاث فرق من كينيا وفرقتين من مصر والفرقتين بتوع الكاميرون كسبوا، هم دول بقى اللي هيبدا فيهم شويه. والفريق الاثيوبي اللي قدامنا، والفريق الاثيوبي طبعا بس الفريق الاثيوبي هيبقى هو يعني اقلهم مستوى، اقل فريق فيهم يعني. لكن الفرق الثانيه يعني كلهم ليهم تاريخ في افريقيا يعني، خصوصا الفرق الكينيه يعني. هم الفرق الكينيه ليها حوالي 12 بطوله افريقيه يعني، هم الثلاثه ليهم حوالي 12 بطوله افريقيه. ان شاء الله البطوله تبقى اهلاويه ان شاء الله. النشأة عايز تقول حاجه في النهايه؟ اتمنى التوفيق للنادي الاهلي طبعا ان شاء الله طبعا. ونفكر حضراتكم ان بكره مباراتنا طبعا مباراه النادي الاهلي فتيات الذهب هتبقى امام الكحول الاثيوبي في تمام الساعه 8 مساء في الكوارتر فاينل او دور الثمانيه. اكيد نتمنى كل التوفيق لفتيات الذهب وان شاء الله يفرحونا زي ما اغلب يعني لعيبه الصالات الحمد لله بيفرحونا في الفتره الاخيره. نتمنى كل التوفيق بكره لفتيات الذهب وان شاء الله يعني نلتقي بيكم بقى في السيمي فاينل والفاينلز علشان نرفع الكاس ان شاء الله ونفرح زي ما الماسترز فرحونا. طبعا كابتن نشأت طلعت نجم نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، سعدت بلقائك النهارده ووجودك في الاستوديو لتحليل النهارده. شكرا لك وشكرا لقناه الاهلي ونتمنى التوفيق ونرفع الكاس برضو زي الرجال باذن الله. كابتن ندى ايمن يعني صديقتي العزيزه ونجمه نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابقه للكره الطايره نورتينا وشرفتينا. ميرسي يا مريم، انا مبسوطه ان انا كنت معاكي ودايما يبقى وشنا حلو كده على الفريق ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. شكرا لحضراتكم جدا، الى ان نلتقي في جوله جديده من جولات استوديو الابطال.